بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الأحبة، بنات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصوروا معي هذا المشهد، إنسان جائع دعي إلى مأدبة كبيرة، طاولة الطعام الطويلة فيها ما لذ وطاب من الأطعمة والمأكولات، السلطات، الفواكه، الحلويات، اللحوم، العيش، الأرز، يعني كل هذه الأمور بطبخ وتزيين وجمال. وبين هذه الأطعمة الكبيرة اللذيذة الشهية كمان صحون صغيرة فيها تمور. كان هذا الجائع من ضمن المدعوين، فترك كل هذه الأطعمة الشهية وذهب إلى التمر، أكل تمرة أو تمرتان أو تمرتين. هل يشبع؟ هل يشبع؟ لا يمكن. ألن نستنكر عليه؟ أنت جائع، كيف تكتفي بهذه التمرة أو التمرتين؟ لن تشبع وأنت شديد الجوع الآن. هذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسلم الذي يصلي ولا يخشع في صلاته. نعم، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر سجوده أو ينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين، هل تغنيان عنه شيئا؟ يا الله، ما أبلغ كلامك يا حبيبي يا رسول الله، ما أعظم بلاغتك. تشبيه جميل وبيان بديع لإنسان جائع لا يمكن أن تشبعه تمرة أو تمرتان، بالمسلم الذي يصلي ينقر في سجوده ولا يتم ركوعه، فهل ترتوي روحه؟ هل تشبع أحاسيسه ومشاعره بهذه الصلاة العاجلة التي لا خشوع فيها؟ كما أنني أجلس إلى مائدة الطعام وأنا أتلذذ في تناوله وآكل وآكل من كل الأصناف حتى أشبع وأرتوي، كذلك المسلم الذي يجلس إلى صلاته أو يقوم إلى صلاته وهو متشوق جائع يريد أن يتأمل الفاتحة وهو يقرأها ويتدبر في ركوعه وهو يركع لله سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي العظيم ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وهو راكع بين يديه، ثم يسجد وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف تنقر سجودك وتقوم؟ أنت إذا ذهبت إلى ملك عظيم وجلست بين يديه هل تقول له مرحبا وتمشي؟ كل الناس من حاشية الملك سيستنكرون عليك، شو هاد؟ أنت اقتربت من الملك الآن، تقبله، تعانقه، تجلس بين يديه، تطلب منه. فالسجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاسألوا الله، يعني دعانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر الدعاء، فأكثروا الدعاء. أنت الآن أقرب ما تكون من ربك، ألا تكثر من الدعاء وتتوسل بين يدي الله سبحانه وتعالى وتطلب منه ما تشاء؟ الله أكبر. كلنا للأسف أو أكثرنا حتى ما أعمم نفتقد هذا الخشوع، ونحتاج أن نراجع أنفسنا لنحقق هذا الخشوع الذي نفتقده. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الإسلام الخشوع. فعلا نفتقد هذا الخشوع. وشوفوا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يسجد سريعا ويركع سريعا ويريد أن ينهي صلاته، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالسارق. نعم، تصور واحد يسرق من مال أمه، من ماله، من مال أبيه. هذه صلاتك أنت حبيبتك، كيف تسرق منها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها. شوف، شبه الذي لا يتم الركوع ولا السجود
كالسارق الذي يسرق من مال، لأن هذه الصلاة أغنى من كل أموال الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام، أعيد الحديث لأهميته ولكثير من الناس لا يعلمونه أو لم يسمعوا به من قبل، وهو حديث صحيح: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ونحن نتحدث عن الخشوع في الصلاة، ما يتم خشوعها طالما يسرق من هذا السجود. نعم يسرق، اللي بيصلي سبحان ربي العالى برفع لي رأسه وكأني بده يخلص ويسلم ويروح للدنيا يواصل كسبه وأكله وشربه ولعبه ولهوه وسفره. يا رجل، فرصة أن تلتقي بربك في هذه الصلوات الخمس، لقاء سبحانه وتعالى أحب إلينا، لن يكتمل إيماننا حتى يكون أحب إلينا من كل شيء. فلنظهر هذا الحب ولنعيش هذا الحب في صلاتنا، أننا الآن في لقاء ما أحب إلينا من كل شيء سبحانه وتعالى. ويرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أمر يساعدنا على هذا الخشوع بثلاث كلمات. والله وكثيرا ما يردد الإمام للمصلين هذا الحديث، ثلاث كلمات الآن قالوا لك لا سمح الله بننفذ فيك حكم الإعدام، أو أنك ستموت بعد نصف ساعة، قال لك لك الطبيب ما بقى من عمرك غير ربع ساعة، قوم صلي. كيف ستكون صلاتك بالله عليك؟ ما راح تصلي صلاة خاشع، حتصليها بخشوع شديد وتطول فيها، لأنه خلص ما بقى في شيء بالدنيا تسرع إليه وتنهي صلاتك من أجله. أنت بعد الصلاة ستلتقي الله سبحانه وتعالى فورا، ستصليها بخشوع شديد وحب كبير، لأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى بعدها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم، وهو يوجهنا إلى ما نصل به إلى الخشوع: صلي صلاة مودع. الله، ثلاث كلمات: صلي صلاة مودع. لو كل مرة دخلنا في الصلاة وصرنا نصليها وكأنها آخر صلاة لنا في هذه الدنيا، كيف حنصليها؟ أكيد حنصليها بطريقة تختلف عن كل صلواتنا السابقات. نحتاج أن نخشع في صلاتنا بتحقيق هذه المعاني والتوجيهات النبوية التي أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم. ويحذرنا صلى الله عليه وسلم من فقدان هذا الخشوع بأسلوب أيضا جميل يوصل لنا هذه المعالي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا ينصرف من صلاته، يعني بيسلم وخلاص مشي، وما كتب له منها إلا عشرها. عشر صلاتي كتب، نعم، لأنه تسعة أعشار منها أنا سارح وبفكر وبدي أروح الآن وبدي أسوي وبدي أشتري، فقط العشر خشعت فيه. يقول عليه الصلاة والسلام بقية الحديث: ولم يكتب له منها إلا عشرها: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. كان أكثر واحد خاشع ممكن يحقق نصف الصلاة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، واملأ قلوبنا خشية لك وحبا لك وتوكلا عليك. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.